أنا أكثر إنسانة صار عليها تنمر بالعالم، فاضطريت أعمل عملية تجميل للأمانة صغيرتها. إنك هو يعني أنت اليوم ما فينك تقيمني، لا عاشرتني ولا عاشرتك، كان الموضوع مو سهل أبداً إنك أنت تسيطر على أعصابك. بتحكي كثير عن التنمر، شو أكثر هيك، مين أكثر حدا تنمر عليك أو شو أكثر تنمر إجا عليك؟ أنا أكثر إنسانة صار عليها تنمر بالعالم. عشو؟ لكثير من الأسباب. تنمروا علي آسفة على هذا الشيء، ولكن يعني موضوع كان مزعج كتير بالنسبة لي. أولاً صوتي كان بالأول، هلأ في سبب من الأسباب أنهم يتنمروا علي، لأني أنا كان صوتي عالي أول شيء، يعني أنا كنت حس حالي أنه أنا عن جد عم صرخ، ولكن بالبداية ما أنا اللي يعني ما صوتي اللي بيطلع هيك، جهة معينة طلبت مني لما أنا أعمل الفيديوهات أني أنا أحكي بهي الطريقة. فأنت بتشتغل اليوم كموظف موجود بالشركة، بتشتغل حسب القوانين اللي بتطلبها منك الشركة أو مديرك كيف يقول لك عمول، وأنت شخص جديد بالسوشيال ميديا، فأنت حتكون مثل ما هن رايدين. ليش؟ مش لكثير من الأسباب. كيف كنت تتعاطي مع التنمر؟ يعني تطنش التعليقات أو تقولي لا بدي رد، بس في شيء يمنعك لا ما بدي رد؟ هلا كنت رد للأمانة. ما تقصري فيها. كنت طايشة بالرد، ويعني حاول قدر الإمكان إني أنا حافظ على مكانتي، وخاصة بأول طلوعي، فكان الموضوع مو سهل أبداً إنك أنت تسيطر على أعصابك. يعني كانوا يتنمروا على أنفي كمان. كانوا يعني كانوا يقولوا لي فتحات أنفك كبار، عملي لهم عملية. إنه في شخصيات ناس كتير دقيقين لهي الدرجة إنه فتحة أنف أكبر من فتحة أنف أو فتحة. لا أنا مو فتحة أنف أكبر من فتحة، أنا التنتين كبار كانوا يقولوا لي. فشفت التعليق كذا مرة، وللأمانة أثر هذا الشيء علي لحتى اضطريت أعمل عملية تجميل للأمانة صغيرتها. طيب في تعليق هيك بتتذكري إنه هذا الشخص إذا بشوفه على أرض الواقع بدي أقول لك ليش هيك حكيت؟ لك هو كتار بس نسيتهم على قد ما كان. أكتر تعليق لهلأ بتتذكري وبتحسي إنه هذا جرحك؟ موضوع كبنت محجبة إنه أنت حرام تطلعي، مو إنه جرحني، انه انت اليوم كبنت محجبه لا قاعدي نضبي ببيتك، التفتي روحي تجوزي، ليش راكده على هالامور، المفروض البنت ما تطلع هي محجبه، ما تطلع اليوم على السوشيال ميديا. يعني انا حرفيا ببصم لك بالعشره ان اليوم انا كبنت محجبه بتعرض لهي التعليقات اكثر من البنت الغير محجبه، طبعا مع احترامنا للجميع، بس دائما قيودهم بدهم يسيطروها علي كبنت محجبه اكثر من الثانيه. طيب هذا الشيء انت بتنظري له كيف؟ يعني انا بشوف الناس شو عم بتحكي، بلكي بتساعدني اراءهم، ام خلص كل شيء يعني بيجيك تعليقات انا ما بتعاطى معه وبطنشه بشكل عام؟ ما فينك تطنش التعليقات، بعض التعليقات لازم تلتفت لأمتى، بعض التعليقات اللي انت بتحسها سلبيه ولكن انت حاسس انه في شيء غلط، يعني مثلا اذا تكرر تعليق معين بطريقه كلامك، بنظرتك مثلا اليوم او عملك بالمحتوى ذات نفسه، فمعناتها لازم تنتبه، معناتها في غلط. بس بعض التعليقات اللي بتخليك حرفيا انت تنتبه او توقف عندها هون بتكون مسيئه وبتجرح، واساسا هذا الشخص لا بيعرفني ولا بعرفه، يعني انت اليوم ما فينك تقيمني لا عاشرتني ولا عاشرتك ولا انت قريب لي، على اي اساس انت بتحكم علي كشخص مثلا كاتهامات كذابة يعني متسلقة؟ ما هو أنا محتواي ما له علاقة بالكذب والتسلق، أنا محتواي بيحكي عن نجاح شخص معين، عرفت؟